يعتبر ضيق التنفس أثناء المجهود من أهم أعراض ضعف عضلة القلب. تعتبر أمراض شرايين القلب وأمراض ضغط الدم من أهم أسباب ضعف عضلة القلب، والتشخيص المبكر هو أهم خطوة في العلاج. وهناك نوعين لضعف عضلة القلب: ضعف عضلة القلب الانقباضي وضعف عضلة القلب الانبساطي. ولم يعد إيكو القلب أو ما يعرف بالموجات الصوتية على القلب بالفحص الأمثل لهذا الضعف، بل يعتبر الرنين المغناطيسي بالفحص الأمثل والأكثر دقة للكشف عن كفاءة عضلة القلب وعن السبب الأساسي لهذا الضعف. كما تعتبر جامعة ديوك المركز الأول عالميا في فحص الرنين المغناطيسي على القلب. كما أن هناك أدوية حديثة أثبتت فاعلية لعلاج هذا الضعف، وهناك ألغوريثم معين وطريق لعلاج هذا الضعف. الضغط النفسي في أعمار العشرينات والثلاثينات يؤدي إلى جلطات دماغية وجلطات قلبية في الكبر. التوتر والتفكير والقلق والإحباط النفسي كلها عوامل تزيد من عمل القلب وتزيد أيضا من ضغط الدم. كما يؤدي القلق والتوتر إلى خلل في دهون الدم. أيضا هذا القلق والتوتر يؤدي إلى قلة في النوم وارتفاع في سكر الدم. قد يتحمل الإنسان العمل الفيزيائي، ولكن العامل النفسي من أخطر العوامل على صحة الإنسان. يجب التفكير في إيجابية والابتعاد عن التفكير السلبي والنوم لفترات كافية. ولكسر حاجز القلق يجب ممارسة الرياضة وأخذ فترات راحة. كلما زادت مدة القلق والتوتر كلما زادت نسبة الإصابة بأمراض القلب والجلطات الدماغية. دهون الكبد تزيد أمراض القلب. الكبد الدهني هو تجمع الدهون الزائدة في الكبد. يعاني ربع سكان الأرض من الكبد الدهني، والذي يأتي في الغالب نتيجة لمرض السمنة ومرض السكري. ولكن بدأنا نلاحظ زيادة في أمراض القلب عند الأشخاص الذي يعانون من الكبد الدهني. هذا المرض في مجمل حالات صامت ولا يؤدي إلى أي أعراض، ولكن عندما تظهر الأعراض فغالبا يكون قد حصل التهاب وفشل في وظائف الكبد وحتى تشمع في الكبد. ومن هذه الأعراض حدوث حكة في الجسم وتورم القدمين والبطن وإحمرار راحة اليدين وإصفرار الجلد وضيق في التنفس. يعتبر خفض الوزن ومتابعة سكر الدم من أهم خطوات هذا العلاج، ولكن إهمال هذا الأمر يؤدي إلى تشمع الكبد وأمراض القلب والأوعية الدموية. مريض يبلغ من العمر 62 عام تم تشخيصه في النزيف الدماغي، ولكن عند مراجعة بيانات المريض تبين أن هذا الشخص كان يتناول دواء الأسبرين بهدف الوقاية من أمراض القلب. لذلك يجب التوضيح على عدة نقاط. أولا، نعم نستخدم دواء الأسبرين بهدف العلاج، علاج بعض الأمراض، يعني عند المرضى اللي تم تشخيصهم في مرض معين مثل الجلطات الدماغية أو الجلطات القلبية أو مشاكل في كهرباء القلب أو الجلطات الرئوية، في هذه الحالة نستخدمه كعلاج. أما الأشخاص اللي تناولون دواء الأسبرين بهدف الوقاية من أمراض القلب فهناك معلومات مهمة. اللي أعمارهم تحت 40 عام لا يوجد فائدة. اللي أعمارهم من 40 إلى 60 عام في هذه الحالة الفائدة جدا قليلة، وهي عملية حسابية وعند بعض المرضى عالين الخطورة. أما الأشخاص اللي أعمارهم فوق 60 عام فيمنع إعطائهم دواء الأسبرين، لأن في هذه الحالة الخطورة أكثر من الفائدة. طبعا بحلول شهر رمضان هناك مرضى يجب إعادة التفكير في صيامهم. أولا، الأشخاص اللي تعرضوا للجلطات القلبية خلال أسابيع قليلة قبل شهر رمضان، الأشخاص اللي تم عمل لهم عملية القلب المفتوح وتبديل شرايين القلب أو حتى عمليات صمامات القلب خلال 3 شهور من شهر رمضان، أيضا الأشخاص اللي يعانون من ضعف حاد في عضلة القلب ويحتاج أن يتناولون أدوية بشكل متكرر أثناء النهار، أو الأشخاص اللي حالتهم غير مستقرة يستدعي تناول أدوية مثل آلام القلبية أو مشاكل في كهرباء القلب. هذول الأشخاص حالتهم غير مستقرة ويجب إعادة التفكير في صيامهم. أما الأشخاص اللي حالتهم مستقرة وينوون إن شاء الله الصيام هذا العام، يجب عليهم تعديل جرعات الأدوية مثل جرعات المدرات البولية، ويجب عدم تناول كميات كبيرة من الإفطار. يجب تقسيم الإفطار إلى مرحلتين أو 3 مراحل. يجب أن يكون الطعام في كميات متوسطة. وكل عام وأنتم بخير. أحد مرضى المستشفى اليوم هو شخص يبلغ من العمر فقط 36 عام، يعني في منتهى الشباب. هذا المريض تم تشخيصه في جلطة قلبية، وعند عمل قسطرة على شرايين القلب تبين أن شرايين هذا المريض جدا سليمة، ولكن عند التدقيق في بيانات هذا الشخص تبين أن هذا المريض تعرض لصدمة عصبية وانفعال شديد أدى إلى ما يعرف طبيا في انكسار وتحطم القلب. الانفعال والعصبية والحزن الشديد يؤدي إلى تلف القلب تماما كما تفعل الجلطة القلبية، ولكن بطريق مختلف. الانفعال الشديد يؤدي إلى إفراز هرمونات تعمل على خنق شرايين القلب لفترات طويلة لا تتحملها عضلة القلب، تؤدي بالنهاية إلى تلف القلب وضعف القلب.
تماما كما تفعل الجلطة القلبية. لذلك يجب الابتعاد عن الانفعال والعصبية الشديدة، ويجب الهدوء والتفكير في إيجابية.